السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، نجدد الترحاب بكم إلى حلقة هذا اليوم، والتي نخصصها للحديث عن أعلام من أعلام الإسلام، سلسلة رجال قدموا الكثير لهذا الدين، مصداقا لقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ربنا يتحدث عن الرجال، كلمة رجال تدل على أن المقام مقام جد وثبات على الحق، قلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال، رجال وفوا بالعهد الذي قطعوه أمام الله على أنفسهم على أن يصبروا ويثبتوا ويبلوا في سبيل الله بلاء حسنا. اليوم نتحدث عن شخصية معاصرة من العالم الغربي يلقب بالباحث عن الحقيقة، الذي بعد تجربة طويلة وعريضة وصل إلى ما يسمى بحقيقة واضحة، وهي سماحة الإسلام ستشرق على العالم. إنه الفيلسوف والمفكر والسياسي الفرنسي روجي غارودي. روجي غارودي هذا شخصية عظيمة معاصرة سوف يعتنق الإسلام. هو فرنسي، عاش في مدينة فرنسا في باريس، مدينة الجن والملائكة، وكان محبوبا ومحترما عند الوسائل الإعلامية الفرنسية وعند الدوائر السياسية والعلمية بسبب أعماله الفلسفية وأيضا بسبب جرأته السياسية. هذا الرجل سوف يعتنق الإسلام بعد أن يصير من أعلام فرنسا ومن أعلام العالم الغربي، وسوف يقوم بدور عظيم لتجديد الدين في البلاد الغربية وخصوصا في الأندلس في إسبانيا، وطبعا سوف يتعرض إلى الكثير من المضايقات، ولكنه بقي صامدا إلى أن انتقل إلى رحمة الله عز وجل في عمر طويل تجاوز 90 سنة. روجي غارودي لماذا نتحدث عنه اليوم؟ لأن هناك شباب معاصر يفتقد البوصلة، يبحث عن حقيقة الوجود وعن حقيقتنا نحن وأين هو طريق الحق. هذا الرجل سبقنا بكثير، وفكره يشكل خليطا من المرجعيات والأصول الفكرية والدينية. روجي غارودي هو في الأصل له أجداد كانوا يهود وعاشوا في أوروبا لسنين طويلة، وقد ولد من أم كانت تعتقد الديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكي. أمه كانت متدينة، كانت كاثوليكية، لكن والده كان ملحدا، والده لم يكن يؤمن بأي شيء. كان وهو صغير يحكي أنه يقع له نوع من الاضطراب لما يذهب عند عائلة أمه وهم جميعا مسيحيون على المذهب الكاثوليكي، يجدهم يتحدثون عن الصليب
وعن روح القدس وعن كلمة الله. وحينما يدب مع أبيه عند عائلة والده يجد بأن العائلة تقريبا جلها لا يعطي اهتماما للدين. والده ينفث سيجارته أو غليونه وهو يسخر من الأديان. روجيغارودي في هذه المرحلة بدأ يبحث عن الحقيقة. لما وصل إلى سن المراهقة، ومعلوم أن الشباب في سن المراهقة يقع لهم تساؤلات كثيرة. السؤال: من نحن؟ ماذا نريد؟ من خلقنا؟ ما حقيقة الوجود؟ ما مصيرنا؟ ما هو الحق؟ هذه أسئلة فلسفية وجودية تطرح على كل إنسان لما يصل إلى سن المراهقة، المراهقة الجسدية والنفسية والعقلية. هنا سوف يغير روجيغارودي الديانة لأمه من الكاثوليك إلى المذهب البروتستانتي. ومعلوم أن هناك فرق بين الكاثوليكية والبروتستانتية، هي كلها ديانة مسيحية. الكاثوليك مذهب يؤمن بالخضوع ويؤمن بالتسليم ولا يناقش ولا يجادل. والمذهب البروتستانتي جاء مناقض للمذهب الكاثوليكي، هو يجادل ويناقش، من فعل بروتستي يعني جادل وناقش. وبقي على هذا المذهب البروتستانتي، ولكنه لما صار في الشباب رأى بأن الأديان في أوروبا خصوصا المسيحية أنها تسير في طريق وهموم الشعوب وهموم المجتمع في طريق آخر، وكأن رجال الدين وضعوا أيديهم مع رجال السلطة ورجال المال والأعمال وتركوا الشعوب تصارع الحياة. هنا سوف يقع له شك، وسوف يقع له جدال مع نفسه، وسوف ينتمي إلى صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي، لأن الشيوعية أنذاك كانت هي الموضة، تدعو إلى المساواة وإلى اقتسام الثروة وإلى إسقاط كل رموز الاستبداد. أعجب بالفكر الشيوعي، وسوف يتخصص في مادة الفلسفة وينهم من الكتب العلمية حتى حصل على درجة دكتوراه من جامعة السوربون حول موضوع النظرية المادية في المعرفة. ثم سيزيد إعجابه بالفكر الشيوعي في فرنسا وفي أوروبا، وسوف يرحل إلى روسيا ويدرس في جامعة موسكو، وسوف ينال درجة دكتوراه ثانية عن موضوع الحرية، لأن الحرية كان يطمح إليها، الناس يطمحون إلى الحرية. تصوروا، تخصص في دكتوراه في موضوع الحرية والنظرية المادية في المعرفة. صار أستاذا جامعيا في مادة الفلسفة، وصار له طلاب كثر في مختلف بلاد أوروبا، وصار اسمه لامعا، وصار نجمه ساطعا، وأسس مركزا للدراسات والبحوث الماركسية، وبقي لمدة طويلة هو المدير والمؤسس والمنظر. لكنه بعد ذلك سوف يقع له صدمة بأن الفكر الشيوعي والماركسي مصادم للفطرة الإنسانية، وأنه فيه متناقضات كثيرة، وأنه سوف يصطدم بواقع الحياة. فرفض الفكر الماركسي والشيوعي وبدأ يبحث عن الحقيقة. لم يرد أن يعتنق أي دين آخر إلا بعد أن يقتنع به، فسافر إلى البلاد الأسيوية، إلى الهند وإلى الصين، ودرس هناك البوذية واعتنق البوذية لفترة زمنية، لأن البوذية تدعو إلى السلام وتدعو إلى الرحمة وتدعو إلى الزهد. لكنه بعد ذلك اكتشف بأن البوذيون هم مجرد فلسفة روحية يقومون بها، وأنها سرعان ما تستنفذ أغراضها وأنها لا تليق. ثم ذهب إلى الهند ووجد هناك خليط من الديانات الهندوسية والزرادشتية والمنوية، ورأى بأنها كلها خبل عقلي، وأنها لا تصطدم مع الواقع ولا تستجيب لمطالب الروح،
ولا تستجيب لمطالب الفكر. السلام عليكم. بقي جرودي يرحل من مكان إلى مكان يبحث عن الحقيقة، وقد عاصر قرنا يعج بالأحداث الصاخبة وبالأسئلة الفلسفية والوجودية، قرنا مليء بالأزمات الطاحنة وأيضا بالآمال الوردية، راح يسعى لإيجاد أجوبة على الأسئلة التي تدور بداخله. أدرك بأن لا الماركسية ولا الشيوعية ولا البوذية ولا غيرها من الفلسفات ومن الأديان تستطيع أن تهتم بحقيقة الروح. أي نعم هذه فلسفات تنشغل بهموم الإنسان، أي نعم تبحث عن سعادته من خلال العدالة الاجتماعية، ولكن تبقى دائما محدودة، لا تستجيب لمطالب الروح ولا لمطالب الفطرة. بقي جارودي ملتزما بقيم العدالة الاجتماعية التي آمن بها في الحزب الشيوعي، وبقي ملتزما بمبادئ المساواة والرغبة في التغيير. وفي لحظة كاد أن يصبح ملحدا، لأن جميع الديانات التي درسها وجميع الفلسفات التي تعمق فيها لم تجد له أي صدى، حتى سمع عن الإسلام. سمع هناك، كان في الأول الأفكار التي تريده عن الإسلام أنه دين الإرهاب، وأنه دين التخلف، وأنه دين الصحراء، وأنه بعيد عن الحضارة، وأنه مجرد فلسفة تم اختلاقها في الأزمنة البعيدة. أراد أن يتعمق في فهم الإسلام، فإذا به يكتشف الحقيقة. أي نعم الحقيقة، لما بدأ يقرأ القرآن العظيم ويقرأ مجموعة من التفسيرات المترجمة، وبدأ يقرأ كتب للمفكرين الإسلاميين والفقهاء والمحدثين، وبعد البحث والتمحيص والتنقيب في المصادر، وقد أمضى وقتا طويلا يقرأ عن الإسلام وعن حقيقة نبي الإسلام، صار إلى قناعة قادته إلى أن الإسلام هو الدين الحق. لقد تولت لديه قناعة بأن الإسلام هو دين الفطرة، الفطرة التي خلق الله تعالى الناس عليها، وأنه الدين الحق الذي خلقه الله تعالى منذ آدم عليه السلام، وأن جميع الأنبياء والمرسلين حقيقتهم أنهم كانوا مسلمين على عقيدة التوحيد وعلى عقيدة الفطرة. فأعلن اعتناقه للإسلام في المركز الإسلامي في جنيف في بداية الثمانينات من القرن الماضي. وبعد أن اعتنق الإسلام قرر مباشرة أن يؤدي العمرة، وجاء إلى مكة المكرمة وزار المدينة المنورة، ولقي اهتمام كبير، حتى إن الأوساط الفكرية والثقافية اهتمت بهذا الحدث، وكثرت التعاليق عليه في الإذاعات والصحافة العربية والعالمية. إسلام روجي جارودي الذي كان رمزا للفكر الحر ورمزا للشيوعية والماركسية ورمزا للنضال، شكل صدمة عميقة لرفاق دربه، وشكل صدمة للمتحمسين لأفكاره السابقة ومشروعه الفقهي والفكري. لقد صار الرجل شخصية مسلمة بوزن وثقل الإسلام، وصار هذا الرجل محطا للأنظار. كان يقول: أنني لم أسلم صدفة، بل بعد معاناة وبعد بحث ورحلة طويلة تخللتها منعطفات طويلة حتى وصلت لمرحلة اليقين الكامل. فقال: الإسلام في نظري هو الاستقرار، هذا هو الإسلام. واعتنق هذا الدين وبدأ يتعرف ويتعمق حول تاريخ الحضارة الإسلامية، وبدأ يكتشف منبع الحق والنور الإلهي،
رد كل الخواطر التي كانت تسيطر على فكره من الشك والفلسفة المادية والفكر الماركسي والحضارة الغربية والإلحاد، وقد وصل إلى اليقين. أي نعم، وصل إلى اليقين، وكان معجبا بالمفكرين الإسلاميين الكبار، كان معجبا بدور المفكر ابن خلدون في كتاباته حول التاريخ وحول علم الاجتماع، وكان معجبا بالإمام الرازي الذي كان مبرزا في علم الطب، وكذلك بابن سينا الطبيب الحاذق، وابن الهيثم وابن النفيس وغيرهم من كبار العلماء، والإدريسي في الجغرافيا وفي الفلك وفي مختلف العلوم. ومن ثم صار معجبا بأن هذا الدين حقيقة هو الدين الحق، يعني أن الكوكب الأرضي بما فيه من أديان سماوية وبما فيه من أديان أرضية. روجي غارودي الفيلسوف صاحب دكتورتين في الفلسفة العلمية والمناضل، والذي نشأ في أسرة مسيحية، والذي كان أجداده يهود، والذي كان رمزا من رموز الشيوعية، يقول هذا الكلام، يقول بأن الدين الإسلامي بعد بحث وتمحيص تبين بأنه هو الدين الحق، وصار يؤلف عدة كتب، ألف العشرات من الكتب، من أشهرها كتاب سماه وعود الإسلام، كتاب عظيم جدا. أنا أنصحكم أيها الأحباب الكرام أن تقرأوا هذا الكتاب وعود الإسلام، وكذلك كتاب عظيم جدا سماه الإسلام يسكن مستقبلنا، يبشر بأن المستقبل مهما طال سوف يكون للإسلام. من مقتطفات مما قاله في كتابه الشهير وعود الإسلام، قال، تصوروا هذا كلام لفرنسي فيلسوف مفكر عظيم، ماذا يقول؟ يقول في كتابه وعود الإسلام: لا توجد اليوم أمة تحمل كلمة الله بأمانة وصدق غير الأمة الإسلامية، ولا يوجد كتاب سماوي يمثل كلمة الله بحق دون تحريف إلا القرآن الكريم، ولا أمل في إنقاذ الغرب إلا بأن يعترف بأنه مدين لحضارات أخرى ويغير موقفه المتعنت من الإسلام، لأن الغرب الذي رفض روحانيات الإسلام هو اليوم أحوج ما يكون إليها، ورفض الغرب عقيدة التوحيد، وغرق الغرب في المادة فانتهى به الأمر إلى خواء روحي وتمزق بين الإيديولوجيات. ويضيف روجي غارودي بأسلوبه الفرنسي الراقي، يقول: والإسلام ليس كفرا كما روج المغرضون القدامى في الحروب الصليبية، وليس إرهابا كما يصوره المغرضون الجدد. الإسلام هو الدين العملي الذي يقدم للإنسان نظاما كاملا شاملا لحياة إنسانية بكل احتياجاتها، وليس مجرد عقيدة منعزلة عن دنيا الناس. هذه أيها الأحباب الكرام مقتطفات من كتاب وعود الإسلام. تصوروا هذا المفكر الفيلسوف بعد أن نضج وبعد أن استوى وبعد أن درس كل الفلسفات اليونانية والإغريقية والفلسفات الهندوسية والصينية والغربية والإفريقية وكل الأديان، وصل إلى هذه القناعة. ثم بعد ذلك بدأ روجي غارودي يقيم عدة ندوات ويقيم عدة لقاءات، وكان يدافع عن الإسلام أكثر من المسلمين. أي نعم، دافع عن الإسلام أكثر من علماء المسلمين المعاصرين، فقد قدم عدة كتابات، كما قال في بعض مصادره أنه كان يفند الاتهامات التي تتردد في الغرب ضد الإسلام، واعتنى بمفهوم التوحيد الذي شد كثيرا روجي غارودي في الديانة الإسلامية، هو مفهوم التوحيد، لأن هذا المفهوم غائب حتى في الديانات السماوية الأخرى، وغائب عند كل أهل الأرض، في اليهودية
هناك اعتقاد بأن العزير ابن الله، وفي المسيحية هناك اعتقاد بأن المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. هذه أديان سماوية. أما بقية الأديان الأخرى المنتشرة في الصين وفي الهند وفي دول إفريقية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، كلها بعيدة كل البعد عن مفهوم التوحيد. قال التوحيد هو الذي ينظم الأشياء ويربطها فلا تراها منفصلة عن بعضها البعض. ففي الإسلام ببركة التوحيد العلم متصل بالدين، والعمل مرتبط بالإيمان، والفلسفة مستوحاة من النبوة، والنبوة متصلة بالعقل، والأرض غير بعيدة عن السماء، والسماء على اتصال بالأرض، والتقدم الحضاري يسير تصاعدا نحو الله. هكذا يقول روجي غارودي في كتابه وعود الإسلام، أكد بأنه ليس هناك جدار بين العلم والحكمة والدين، لأن في العالم الغربي وفي الديانة المسيحية هناك انفصال ما بين العلم والحكمة والدين. أما في الإسلام فهي مجتمعة، حتى أن المسجد هو المدرسة والمدرسة هي المسجد، فالمسجد والمدرسة كلاهما شيء واحد، صار نقطة انطلاق ومركز لتعليم العلوم الدينية جنبا إلى جنب مع العلوم العقلية والتجريبية، حتى إنها داخل الفكر الإسلامي لوحظ بأن هناك اندمجت جميع العلوم في وحدة واحدة، علماء فقهاء وفي نفس الوقت يهتمون بالطب ويهتمون بالفلسفة وبالهندسة وبالجبر وبالجغرافيا وبالتاريخ وبالفلك، كله يعتبرنه شيء واحد ببركة مفهوم التوحيد. روجي غارودي كان يعشق أن يزور المعابد، كان يتجول عبر الكنائس المسيحية وعبر البيع اليهودية، وحينما سافر إلى الصين كان يزور المعابد البوذية، ولما سافر إلى الهند كان يزور أيضا المعابد الهندوسية. لاحظ بأن كل دور العبادة عند كل أصحاب الأديان فيها أيقونات وفيها تماثيل إلا في المساجد، المساجد وحدها التي ليست فيها أيقونات ولا تماثيل. ومن ثم شد انتباهه إلى هذا المفهوم وقال هذا من مميزات الفن الإسلامي، التجريد. التجريد، لاحظ بأن المحراب في الصلاة في اليهودية وفي النصرانية وفي البوذية وفي الهندوسية دائما يقدمون أمامك تمثال لإله أو لروح، ولكن في الإسلام لوحظ بأن المحراب فيه التجريد. لماذا؟ يحمل على الشعور بأن الله تعالى حاضر وموجود في كل مكان دون أن يرى بالأعين. هذا الفراغ نابع من جوهر العقيدة الإسلامية التي ترفض التجسيد، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن التعبير عنه وتجسيده من أي صورة أو مجاز دنيوي. ومن ثم أعجب روجي غارودي، الذي شده في الإسلام أكثر هو مفهوم التوحيد وأنه يستجيب للفطرة وأنه يعتني بالعلم ويعتني بالعلماء. وبعد ذلك صارت كتبه واحدة والأخرى، كتب كتابه الشهير سماه الإسلام دين المستقبل، هذا كتاب عظيم لأنه يتحدث عن المستقبليات، يتحدث عن ما سوف يقع وسوف يتطور الأحداث. فقال بشمولية الإسلام، قال بأن الإسلام أظهر شمولية كبرى في استيعابه لسائر الشعوب ذات الديانات المختلفة. الإسلام كان أكثر الأديان شمولية في استقباله للناس الذين يؤمنون بالتوحيد، فكان قبوله لأتباع هذه الديانات في داره منفتحا على ثقافاتهم وحضارتهم. فالإسلام هو دين الدعوة، لا يقصي أحد، بل هو يدعو ويستقبل ويحتضن. واستطاع في فترة زمنية أن يتقبل معظم الحضارات والثقافات في الشرق وإفريقيا والغرب،
وكانت هذه قوة كبيرة وعظيمة له. وقال بفضل هذه الخاصية، خاصية الانفتاح وخاصية الشمول التي يمتاز بها الدين الإسلامي، قمين بأن المستقبل سيكون للإسلام. ثم لما كان يقيم عدة ندوات ومنتديات كان يجد معارضة من طرف بعض زملائه في الفكر الشيوعي والغربي والمادي، فكان دوما يدفع الاتهامات حول الإسلام، يقول بأن من يقولون بأن الإسلام ينتمي إلى الماضي، ينتمي إلى عهد الذرة أو إلى عهد الجمل وعهد الخيمة، ونحن اليوم في عهد الذرة والمجرة. كان يقول الإسلام قوة روحية عظيمة للإصلاح والتقدم في المستقبل، إنه يحتوي على قوة روحية عظيمة الناس في حاجة إليه. أذكر لكم بعض المقتطفات أيها الأحبة الكرام في حواره مع من كانوا يتهجمون عليه. قال لهم: لماذا تهجمون على الإسلام على الرغم من أنه دين الذي يقرر بأن المسلمين هم إخوة ويدعو للإصلاح بين الإخوة؟ هكذا الإسلام يقرر: إنما المسلمون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الأخوة الدينية تجمع ما بين العربي وما بين الصيني والهندي والماليزي والإفريقي والغربي والأمريكي، كلهم إخوة، إنما المسلمون إخوة. هذه قوة روحية يمتاز بها الإسلام. ثم كان يستنكر على البعض حينما يقولون بأن المسيحية هي دين التسامح والإخاء والرحمة وأن الإسلام ليس كذلك، فكان يرد عليهم: ولماذا خرج الصليبيون باسم الدين لذبح المسلمين في بلادهم فيما يسمى بالحروب الصليبية التي دامت 200 سنة في الشام وفي القدس؟ 200 سنة حروب صليبية جاءت من أوروبا وقامت بذبح المسلمين. قال: بالعكس، إن هذا التاريخ الذي امتد 200 سنة من سفك الدماء للأوروبيين في البلاد العربية في عهد الصليبيين دليل على أن الإسلام هو دين التسامح والإخاء والرحمة وليست المسيحية. ثم بدأ يستنكر عن الجيوش الاستعمارية الأوروبية لما خرجت مرة أخرى تغزو البلاد الإسلامية واستعمرت جميع الوطن العربي ونهبت خيراته، وبفضل الحركات التحررية وبفضل النضال استطاعت هذه الدول أن تسترجع استقلالها بعد أن استنزف الغرب خيراتها، ولا يزال الغرب لحد الساعة يتحكم فيها لأنه وضع لها حدودا وهمية حتى يبقى النزاع فيما بينها. قال: كيف سمح الضمير المسيحي أيام زمان والضمير الغربي المعاصر باستغلال الشعوب الإسلامية واستنزاف ثرواتها، وهم يدعون بأنهم يحترمون حقوق الإنسان ويدعون إلى العدل والحق؟ كلام ومواقف قوية تسجل لهذا الرجل الفرنسي دفاعا عن الإسلام دافع عنه أكثر مما دفع المسلمون والعلماء المعاصرون عن دينهم. بعد ذلك غير روجي غارودي اسمه وصار اسمه رجاء غارودي، رجاء غارودي. لما سئل: لماذا غيرت اسمك من روجيه إلى رجاء؟ قال: راجيا أن يعم الدين الإسلامي في كل بقاع الأرض بما يحمله من قيم التعايش وقيم التسامح وقيم الفطرة ومفهوم التوحيد واهتمامه بالعلم واحترامه لحقوق الإنسان ودعوته إلى الأخوة والعدل والحق. أنا أرجو أن يعم الإسلام كل بقاع العالم. لقد صار غارودي من أكبر المدافع عن الإسلام، بل صار فيما بعد من الدعاة للحوار بين الأديان السماوية. رغم إيمانه القوي بأن الإسلام هو دين المستقبل كان يقول: لابد أن نفتح الحوار مع أصحاب الديانات السماوية، الحوار هو الوسيلة الوحيدة لكي نصل إلى أهدافنا المنشودة، ونحن المسلمين لا ينبغي أن نخشى أو نخاف من الحوار لأننا ننطلق من أرضية صلبة. نحن نؤمن بعيسى عليه السلام، ونحن نؤمن
بموسى عليه السلام، ونحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فنحن ننطلق من أرضية صلبة. فكان يتحمس لفتح الحوار بين أصحاب الدين في السماوية، وبدأ نجمه يسطع في المؤتمرات والندوات. وقد أنشأ في مدينة قرطبة الإسبانية، أنشأ روجي غارودي متحفا عظيما للتراث الأندلسي للاحتفاء بتجربة التعايش الإيجابي بين أتباع الدينة السماوية أيام الحكم الإسلامي في الأندلس. لقد استلهم فكر ابن رشد وفكر الخوارزمي وفكر ابن خلدون وغيرهم، وقام بترميم قلعة قديمة في قرطبة يعود تاريخها للقرن الثاني عشر، وضم فيها معرضا للكتب التراثية والمخطوطات ليذكر الأوروبيين بأن العرب كانوا هم الأوائل في جميع دروب المعرفة. العرب في الأندلس كانوا الأوائل الذين وضعوا مقومات الطب والهندسة والجبر والجغرافيا والفلك والكيمياء. معرض عظيم جدا في قرطبة صار يزوره كل عام أكثر من 100,000 زائر من أنحاء العالم، يزوره فقط أو أغلبهم المفكرون والباحثون عن الحقيقة. وبقي هكذا روجي غارودي في هذا المجال، لكن تمت المضايقة عليه، ضيق عليه، لأن هذا الفكر صار بالنسبة للبعض يشكل خطر على الإسلام وخطر على مصالح الغربيين. بقي الرجل هكذا يدافع حتى جاءه الأجل وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن سجل مواقفه العظيمة حول الإسلام وفلسفته هي البحث عن الحقيقة، توصل من خلالها إلى أن سماحة الإسلام تشرق على العالم، وهو يندرج في قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا رجل من آلاف الرجال سوف نتحدث عنهم إن شاء الله تعالى، كيف صاروا بقوة الله تعالى ولطف الله تعالى من الذين رفعوا لواء الإسلام خفاقا فوق الأرض، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الأحباب الكرام، لن أطيل عليكم، سوف نفتح الآن خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.